في الاول كنت في الكوزينه كندوخ وكنقلب كي ديك الليله سكرت سكر عليا داك الصداع اللي كان كيبات فايقه وبات ما نعش ما كنتش نقدر نمشي للحمام نهائيا. كون كنمشي للحمام كنقول غادي نموت غادي نركب شي تران غادي نموت. كيسمع هذيك الرقيه هذيك شغل قلت لك تحسن ولا الانسان عادي ولا انسان عادي ما انا نخلعت فيه من قبل حتى تعياي وهذا الدواء راه ما كاينش بحالو. انا جربته صحيح داك الشيء ما فيهش الكذوب دواء النيد اعشاب طبيعيه وهذيك الاعشاب زوينه مزيانه مجموعه كامله بصراحه انبهرت معناها. يرحم والديه وربي ربي ان شاء الله يبارك له في صحته وفي ذريته ويبارك فيه ويطول في عمره. ما كانش نشوف هذا الانسان ونشكره لا يلاش لان الوالده ديالنا اجرح لقانتها وفضل الله وفضله هو. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدي قناة الحقيقة الفضائية أينما كنتم وأينما تواجدتم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، عدد جديد ولقاء جديد يجمعنا وإياكم دائما في إطار برنامجكم ولا تيأسوا. اليوم نحل ضيوفا على السيد موحى في مدينة الرباط حيث سنتعرف على حالته السيد موحى عن الأمرين مع مشكل قولون العصبي. المشكل أو المرض يعني كان له آثار عضوية إضافة إلى الآثار النفسية أيضا في خلال يعني تعاملاته مع أصدقائه وأفراد أسرته. أكيد أن كل هذه الأمور انعكست سلبا على حياة السيد موحى كما سترون أو ستتعرفون على كل هذه الأمور خلال حلقة اليوم. أكيد أنه يعني برنامجكم ولا تيأسوا هو لقاء يجمعنا وإياكم، نعرض من خلاله الحالات التي زارت مراكزنا مراكز الهاشمي للأعشاب الطبيعية كما هي حالة السيد موحى من مدينة الرباط الذي لم يجد الشفاء إلا بعد أن طرق عديد الأبواب والحمد لله وجد ضالته في مجموعة مراكز الهاشمي للأعشاب الطبيعية، استعمل 5 جرعات وهو الآن في صحة جيدة ولله الحمد. كل هذه الأمور مشاهدينا الكرام ستتعرفون عليها خلال حلقتنا لنهار اليوم، فرجة ممتعة. سميتو موحى أباروش، ساكن في مدينة الرباط. كنت كنعاني بالقولون العصبي والمعدة ومشيت للأطباء بزاف، يعني عانيت بزاف المرض عانيت بزاف بزاف ومشيت للأطباء بزاف، يعني دوست للأطباء ما كاين والو، يعني دوزت شحال مرة ما جوج ما ثلاثة دوزت 4 الأطباء كل واحد شنو كيقول لي. دوزت عند الأول قال لي عندك الأعصاب في المعدة، وفعلا درت تحاليل وداك الشيء والتحاليل خرجوا مزيانين. عاود ثاني تبعت عنده شي تقريبا 4 شهور ما كاين والو، النتيجه ما كايناش. يعني بدلت الطبيب، مشيت للطبيب واحد اخر دوزت عنده حتى هو وداك الشيء، وقال لي عندك الاعصاب في القولون العصبي. تبعت عنده حتى هو تقريبا شي عام وربع شهور هكاك، يعني نتيجة ما كانش نتيجة. مشيت دوزت طبيب واحد اخر، مشيت عند طبيب واحد اخر دوزت عنده حتى هو، يعني حتى هو ما نفس المشكل، ما بقى نفس المرض وهذا. ومشيت عاود ثاني تقريبا شي 4 سنين وانا كنعاني في هذا المرض هذا 4 سنين وزياده تقريبا. ومشيت كنت كنتفرج القناه الحقيقه المركز الهاشمي وداك الشيء ملي كيدير الرقيه وداك الشيء كيعجبني داك الشيء مزيان. ومشيت تقدمت للمركز الهاشمي، مشيت جبت الدواء ديالي وداك الشيء، يعني تبعت الجرعة الأولى، جبت الجرعة الأولى
تبعتها ما تزاد عليا الحال مزيان. ديك الساعات تزاد عليا الحال مزيان، كملت مع الجرعة الأولى ما كاين والو، نفس تقريبا نفس المرض بقى هو. مشيت جبت لها عاوتاني الجرعة الثانية، كملتها حتى هي نفس المشكل. تزيرت مزيان الثانية، زيرتني مزيان. ملي كملت الثانية مشيت جبت الجرعة الثالثة، الاخر ديال الثالثة حسيت بالتحسن، مزيان، وليت كناكل، وليت كنعس مزيان، وليت مزيان. حيت كنت ما كنت في الاول الا كليت شي حاجة كيضرني، اي حاجة كليتها ما كضرني. وكملت الجرعة الثالثة حسيت بالتحسن مزيان، حسيت بحاجة مزيانة. مشيت جبت الجرعة الرابعة، بديت في الرابعة مزيان، حسيت بالتحسن شوية من كوم بصافا مزيان. وكملت للرابعة، مشيت جبت الخامسة. ملي بديت في الخامسة حسيت براسي مزيان، وليت كناكل مزيان ونشرب مزيان ونجمع مع الناس ومع الدراري ولادي وداك الشيء، وليت كنجمع معاهم ونخرج معاهم مزيان بخير وعلى خير. ومركز الهاشمي يعني اللي بغى الدواء بغى اسميتو يمشي للمركز الهاشمي، راه الدواء مزيان، الاعشاب طبيعيه الا ما ضروك، الا ما نفعوك ما يضروك، عفوا الاعشاب مزيانين طبيعيين، وداك الشيء كلشي مزيان، فيهم العسل وفيهم داك الاعشاب مخلطين بالاعشاب بالعسل وداك الشيء. يعني اللي بغى يبرا وداك الشيء يمشي للمركز الهاشمي، راه يكون الخير، يدير النيه وداك الشيء راه يكون الخير. الاعشاب طبيعيين الا ما نفعوك ما يضروك. وجبت الجرعه الخامسه مزيان كملتها، بديت فيها وداك الشيء مزيان، حسيت بالتحسن مزيان. وملي كملت الخامسه بديت في السادسه، تقريبا ملي كملتها وداك الشيء راه قريب تكمل دابا، راه وليت مزيان، بريت الحمد لله 90% انا بخير دابا، راه بخير وعلى خير. انا دابا راه بديت في التحسن بخير وعلى خير، وهذا الشيء اللي كاين. وهاد الناس هادو كنشكرهم بزاف، مساكن ضربو تا هما الطريق وداك الشيء، الله يجازيهم بخير. وليت اعتزلت بوحدي، ما بقيتش اجتماعي ولا شي حاجه، وليت اعتزلت بوحدي، وما نحملت حتى شي واحد يهضر معايا ولا يجمع معايا. القهوه ما بقيتش كنمشي ليها، يعني صحابي وداك الشيء مالك، ما كنقول لهم هذا الشيء اللي كاين، الشيء اللي عطى الله القهوه ما بقيتش نمشي ليها، ما نحملش نجلس فيها ولا يهضر معايا حتى واحد، ولادي ما كنحملش يهضر معايا حتى شي واحد فيهم. انا وليت اعتزلت بوحدي، مابقاش اجتماع كنجمع مع الناس ولا شي حاجه. تصور حتى في الجامع، كندخل للجامع كنوقف بحال هكا باش كنهرب، ما كنكملش الصلاه، ما كنقدش نصلي ولا نكمل الصلاه ولا شي والو. ما يعني عانيت بزاف في هذا المرض هذا. اللي بغى يبرا وداك الشيء يمشي يتقدم للمراكز الهاشمية، راه يكون الخير. هذا الشيء اللي كاين، الاعشاب طبيعيين مزيانين، الا ما نفعوك راه ما يضروك. وهذا الشيء اللي هذا هو الشيء اللي كاين. كنجي من الخدمه من الفراش، الخدمه، ما ناكل ما نشرب ما والو، النعاس ما كنعش ليل ونهار، ما كنشوفش النعاس ابدا. وملي بديت الجرعات وداك الشيء وليت نعس مرتاح بخير، وليت مزيان، وليت بخير وعلى خير. هادشي اللي كاين. لاحظوا في واحد ملاحظه كبيره بزاف، حيت ما بقيتش كنجلس معاهم وداك الشيء في القهوه، ما بقيتش كنجمع معاهم لا في القهوه لا في الخدمه. الخدمه وكنعتزل بوحدي الخدمه، وما كنهضر مع حتى واحد، كيهضر معايا حتى واحد، ما كنهضر مع حد ما والو، كنسالي خدمتي كنجي ديريكت للدار،
كنجي كنعس، كنجي كنطيح في الفراش، ما ناعس، ما معذب وصافي، معذب في الفراش وصافي، كنتناو تاني باش الغد ليا الخدمه وداك الشيء. هادشي اللي كاين. دراري مو لقيت فيهم مساعده بزاف بزاف، كل نهار كيجيو لعندي وداك الشيء. دراري كيجيو تبارك الله، كاين اللي جا من كازا، كاين اللي جا من طنجة. الدراري اش غنقول لك، مزيانين الدراري اللي عمرها دار، هما زعما بخير وعلى خير، ساعدوني بزاف بزاف بزاف. وهادشي اللي كاين، وكلشي ديال الله، اللي جات من عند الله مرحبا بها. وهاديك الساعات ما كنحمل حتى شي واحد يهضر معايا، ما كنحمل حتى شي واحد كيجي وكيسجل معايا، انا كنهرب، كنهرب بحالي، كنبغى نخرج ونتمشى وما نبقاش مع نجمع مع حتى واحد لا والو، ما كنحملش نهضر مع حتى شي واحد. ودابا الحمد لله، راه اللهم لك الحمد، الحمد لله. ومساكن كيعانيو معايا بزاف، اكثر يا الدراري وداك الشيء والمدام وداك الشيء، عانوا معايا بزاف مساكن. ابابا واش ندير لك، واش ندير لك المساج، واش وصل وقت المساج، وهكا كيقول لي مسكين والله العظيم، وقت المساج وداك الشيء كيقول لي ابابا واش ندير لك مساج، وزعما عانوا معايا بزاف مساكن، عانوا معايا بزاف كثار كثار، أنا معايا بزاف كثر من القانون صراحة، هما والمدام وداك الشيء، ما عندي ما نقول صراحة مزيان، كلشي داز مزيان. والعمل حتى هو كنمشي مزير ونجي مزير صراحة، ولاو الدراري كيقول لي مالك اشنو وقع لك، اشنو مالك، ما بقيتيش تجمع معانا، ما بقيتيش تريح معانا، ما بقيتيش تضحك معانا. قلت لهم هادشي اللي عطى الله، انا مريض، مع الشيء اللي عطى الله. القول العصبي بزاف، اللي كليتها كضرني، اللي كليتها كضرني، يعني ما كناكل، ما كنشرب والو، حتى حاجه، نعاس الخدمه، نعاس الدار، نعاس عطيها النعاس. وفي الوزن حتى هو عرفتي، راه تبارك الله، من 75 كيلو حتى 57، من 75 ل 57 كيلو مشات. صراحه عانيت بزاف صراحه، عانيت بزاف. وكنشكر المركز محمد الهاشمي بزاف، كنشكرو بزاف بزاف في هذا الشيء اللي دار صراحه، كنشكرو بزاف بزاف بزاف، شكرا جزيلا، كنشكرو بزاف صراحه. واخا نشكرو تنعيا، ما غن صراحه ما غنشكروش الشيء اللي دار صراحه. ملي بديت الجرعات لهاد الجي، تبدلات حياتي عاوتاني، وليت بخير، وليت اجتماعي مع الناس، نجمع مع الدار والدراري ونلعب كره ونخرج ندير رياضه وسبور وداك الشيء، وليت مزيان ديك الساعه، ولا بخير، وليت مزيان صراحه. وليت نتحرك، وليت نريح في قهوه بحالي بحال الناس، وليت بخير. وليت مزيان، وليت بخير وعلى خير، ملي خديت الجرعات لهاد الجي مزيان. انا قلتها للدري، قلت رحت مع الدري صاحبي في القهوه وداك الشيء، قلت لي راه كنتفرج في الحقيقه وداك الشيء، راه غنمشي نجيب الاعشاب وداك الشيء، راه غنمشي. هو يقول لي لا، ما داك الشيء ما نظنش، لا ما تعد براسك، راه داك الشيء ما كاين والو، راه اعشاب ماشي شي حاجه، واخا هكاك واخا هضر معايا وداك الشيء، ما تصنتش ليه. مشيت تقدمت للمراكز الهاشمية، تقدمت، مشيت لكازا وداك الشيء، لقيت البنات تماك استقبلوني مزيان، تعامل زعما استقبال عالي بزاف بزاف، ما عندي ما نقول زعما صراحة، استقبلوني مزيان وشرحت لهم المرض ديالي وداك الشيء، قيدوا داك الشيء. وديك الساعات جبت الجرعة ديالي في البلاصة، جبت الجرعة ديالي وجيت في حالي. ديك الساعات بديت كنتسنى فوقاش غنوصل باش نبدا الجرعة الأولى باش نشرب الدواء ديالي. وفعلا ملي بديت وداك الشيء عجبني الحال، وبخير غادي في التحسن، داك الشيء مزيان. وهذا الشيء اللي كان، كنشكر محمد الهاشمي بزاف، دكتور محمد الهاشمي كنشكره بزاف بزاف، شكرا جزيلا، زعما راه هذا الشيء اللي دار راه مزيان. واللي بغى يبرا ولا شي حاجه، هذا الشيء ديال الاطباء، لا اله الا محمد رسول الله، عييت ما نشرب في الدوايات وداك الشيء والو، ما كاين حتى شي نتيجه. وملي تقدمت للمركز الهاشمي وبيخي وشربت الاعشاب وداك الشيء،
الحمد لله تحسن كاين، تحسن راه كاين صراحه. كنقول لكم اللي بغى يبرا ولا شي حاجه يتقدم للمراكز الهاشمي راه يكون غير الخير ان شاء الله. اللي تبعت شي الاطباء ديال الاطباء بزاف وداك الشيء راه ما شغل نقول لك فلوس كثيره كيخسر، كيخسر فلوس كثيره. انا دوزت راديو واحد ب 70000 ريال، انا دوزت راديو واحد ب 70000 ريال والو، والدواء وداك الشيء والو. توصلت حتى 8، توصلت حتى 20 الجرعه ما عنديش مشكل، انا ما عنديش مشكل. شتي توصلت 20 الجرعه ماشي مشكل، الصحه هي الاولى، غير تكون نتيجه ماشي ما فلوس ماشي مشكل. تكون تا 20 جرعه ماشي مشكل، ما عنديش مشكل الحمد لله. الاطباء اللي تبعت شي ديال الاطباء كاين المصاريف بزاف بزاف، كاين الخسران بزاف ديال الفلوس وداك الشيء وبلا نتيجه. هذا هو المشكل، بلا نتيجه يعني بحال لا ما كاين والو. يعني داك الشيء عييت انا عام وزياده كنشرب في الدواء وما والو والو. دوزت الراديو الاول ب 70000 ريال، الثاني دوزت ب 40000 ريال، الثالث دوزت ب 14000 ريال تقريبا، الرابع دوزت بشي 8000 ريال بحال هكا والو، راه تقريبا شي 6000 درهم وزياده و 7000 درهم وزياده والو. ما كاين والو يعني، يعني ما كاين والو صراحه. ومن الجرعات الاعشاب تبارك الله، ملي بديت الاعشاب والهجي الحمد لله كاين تحسن بزاف وبخير، وتا الفلوس ما كانش الخسران بزاف بحال بحال الادويه وداك الشيء، بحال هذا الشيء ديال الاطباء وداك الشيء ما كانش الخسران بزاف صراحه. صراحه اللي بغى، اللي بغى يبرا ولا شي حال اللي فيها شي مرض مزمن يتقدم للمراكز الهاشمي يكون الخير ان شاء الله. كنقول لهم اللي بغى هذا الشيء راه معقول، هذا الشيء راه ما كانش الكذوب لا ما والو. انا براسي راه هذا الشيء جربته الحمد لله، جاب الله التحسن والحمد لله. اللي بغى اللي فيه شي مرض مزمن يتقدم للمراكز الهاشمية، راه الاعشاب طبيعيين مزيانين، الا ما نفعوك ما يضروك، يعني هاد الشيء راه معقول مزيان، ماشي شي كذوب ولا شي حاجه. هاد الشيء راه الحمد لله راه كل شيء مزيان. مره بتقسى ومره بتحلى، من غير ده وده ما ينفعش نكون عايشين. لما القلب يدق 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 يدق، صوت دقاته بيعلى وبيقول لينا عايش. دور فيك عالحاجة اللي تمليت قويك، حارب أصل الاستسلام ما يلقش عليك. خليك واثق إنك تقدر، خلي الحلم في قلبك يكبر، أي ظروف وحواجز الخوف هدها بإيديك. لما القلب يدق أكيد أن السيد موحى من بين يعني الأمور التي تلفت الانتباه في منزله هي تربية الطيور والنباتات أيضا. أكيد أنه الدار ديالك السي موحى فيها عديد ديال الأنواع ديال الطيور والحمام، فتحدثنا على هذه الأمور. الهواية هذا الهواية ديال الدراري وليداتي وداك الشيء، عندهم الهواية ديالهم هما الطيور والحمام وداك الشيء والطبيعة، هذا هو الهوايه ديال الدراري ديالي، هذا هو اللي كاين. شنو الانواع اللي عندك هنا؟ عندي الحمامه، عندي الحمام هنا، عندي هذا الكنار. كنتي هذه قلتي لي باللي كتستعمل لها شي موسيقى خاصه باش كموسيقى، كنخدم لها الموسيقى في التليفون خاص وكي كي 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 غني ديك الموسيقى ديالها. يعني تربيه تربيه الحمام والطيور تبارك الله، راه هادشي مزيان الطبيعه وداك الشيء، هادشي مزيان يكون في الدار وداك الشيء. كيعجب الدراري الصغار؟ كيعجبهم الدراري الصغار ويتلهاو حتى هما ملي كيجيو من المدرسه باش يتلقاو مع من يتلهاو وداك الشيء، ما يبقاوش غير المدرسه للدار، المدرسه للدار، حتى هما كيدوزوا الوقيته مع الحمام ديالهم والفريخات. والحمد لله هذا الشيء اللي كاين، حتى هذا الشيء كنظن هو انعكس عليك يعني ايجابيا في الحاله ديالك. والحمد لله تانا كنتوانس معهم دابا الدراري مسافرين وداك الشيء، انا اللي مخاف لهم وداك الشيء ومزيانين كيونسوني. هذا هو الصراحه، صراحه كيونسوني حتى انا والفتهم صراحه، ولفتهم وداك الشيء والحمد لله.